اخوان السلام عليكم. اليوم احنا كنتواجدوا في مهديه، بغينا نكتشفوا واحد الرياضه ديال السيرف. داكشي علاش جينا عند الاخ محمد اللي غيشرح لنا على السيرف بزاف. خويا محمد السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير اخويا محمد؟ هاني لاباس عليك؟ بخير حفظك. الله يحفظك. جينا عندك اليوم بغيناك تشرح لنا شي شويه على السيرف. مرحبا خويا بوجمع. حقيقه احنا في شاطئ مهديه كما كنقولوا دائما هوم سويت هوم. هذه المنطقه انا كبرت فيها وتزاديت فيها وقريت فيها ان من لي زاني 70 وحنا عايشين هنايا، ماشي عايشين هنا اللي حنا كنعرفوا هذا المكان هذا من قديم. غندوز واحد البيريود ديال 31 سنه في لي بي اوكسيدانتو. من بعد فاش دخلت زعما ما شاء الله السيرف كان افون كما حكيت في بزاف ديال الاذاعات. السيرف بان لي زاني 1700 اكتشفوا كابيتان جيمس كوك في هاواي، ولكن ما رجعش، نقتلوه لي كانيبال. ولي زيرلندي كيقول لك الى ايتي بار لي مانجي بار لي كانيبال باسكو عندهم واحد العنصريه بيناتهم. من بعد بقات الحاله بحال هكاك. لي زاني 50 بان في هاواي في ويكيكي بيتش، وكانوا بزاف ديال لي سيرفور كي سون زعما تري فور بحال ديوكو هونا موكيو، هذاك كانوا مسمينو بابا نوي، كان غون مسيو سيرف. وهذيك ليبوك كان جينيراسيون ديال الروكن رول، بول نيومان، ماريلين مونرو، جيمس دين، بول نيومان، هادو كلهم كانوا كيمشيو تما كيديروا البراتيك في هاواي ديال السيرف، او ميم طون كانت معروفه في غوي دماغ. دونك في هذيك ليبوك لي زاني 50 السيرف بان عندنا في مهديه باسكو كانوا هنا لي زاميريكان. الوغ واحد لا كيستيون زعما اللي محيراني ديما، بان حنا لي زاني 50 بان عندنا السيرف هنا في مهديه، وفي اوروب لي زاني 90. دابا حاليا لي زوروبيان كيمشيو بتيت مون شامبيون دي موند، وحنا باقي ما وصلناش داك النيفو. لا كيسيون هي ما نعرفوش، حنا ما قادرينش ولا ما باغيينش ولا ما فاهمينش. راه كاينين الدراري هنا ما شاء الله زعما دي غون سيرفور. واحد الوقت راه كانوا غير ثلاثه ديال الدول كيديروا السيرف، طايتي، هاواي، اندونيزي. دابا راه فين ما كان شي محيط موان 20 في الاسكا راه كيسيرفيو. ان هاد الديسيبلين زعما الدلعات ولا هاد سبوت ولا كما كنسميوها زعما شي حاجه مودرن. والدراري ما شاء الله زعما عندهم ماتيريال. حنا واحد الوقت كنا هنايا في السبعينات عندنا اربعه ديال لي بلونش. العالم كله كان زعما ماشي واصل واحد النيفو. حنا كنا هنايا زعما ما عندناش باسكو ما كانش لينا. بعد مرات كنشوفوا لي زاميريكان ولا هادي كنبقى نشوف فيهم. اما دابا ما شاء الله الدراري انا بعدا كيعجبوني زعما مفتتحين بزاف ديال الحوايج. لكن كاين واحد المشكله زعما خويا بوجمعه غادي نقولها لك، كما قال ديفيد كروسبي، جراهام ناش، ستيفن ستيل، تيتش دي تشيلدران ويل ان تيل ذيم دو تروث. قري الدراري شي حاجه جميله وقول لهم الحقيقه. حنا كبرنا اول سكول، دابا حنا كنقولوا كبرنا في واحد الخيال كيقول لك شوف القمر غتشوف محمد الخامس الله يرحمه، بحال هاد المسائل هادو. ولا ليسانسيال من الطياره قال لك دار ريزيرفوار عمر، عشنا خيال فهمتي. اما دابا قول لهم الحقيقه وقريهم مزيان، لحقاش هاد الشباب راهم المستقبل. انا هادي فكره ديالي. قول لي دابا انت اللي معروف عليك انت قديم هنا في مهديه، واش السياح كيجيو على مدار العام كامل؟ هما في ايام ديال الصيف كيجيو ولاد البلاد هنا كيدوزوا السياحه ديالهم، وربما كتكون عندهم لا فامي مع لي زوروبيان لي بي اكسيدانتو كيجيو معاهم. ولكن في ايام البرد عاد كيكونوا هنا لي سافر ان كيكونوا لي فاغ. يا سلام زعما عندنا لي ميغ كاليتي ديال لي فاغ. مهديه واو، وحتى الرمال ديالها النهار كله انت كتمر غاد في الرمله ديالها كتنوض كتلقى راسك باقي نقي زعما. وعندنا الشمس، عندنا سوبر كوشي سولاي، ويا سلام زعما هذا البحر هذا. هما كيجي واحد الوقت دابا من شهر 10 وانت غادي راه تبانوا لي دابا حتى السياح هنايا. وما كرهناش اخ سيمو نمشيو نسولوهم ويقولوا لنا الراي ديالهم على مهديه. ابيك بليزير خويا، مرحبا. نمشيو نسولوهم. احنا جينا انا والاخ سيمو، جينا لقينا هاد السياح. السياح هذو عجبتهم مهديه خويا سيمو؟ نسولو بعدا كيفاش جاي. سولو فريرو، كومون تو تروفي ايسي بلاج دو ميديا؟ لا بلاج دو ميديا الي بيل، يا دي فاغ. La Méditerranée, j'ai jamais vu des vagues comme ça. Alors que nous, on vient de la France. Côté Perpignan, c'est la Méditerranée aussi. Il n'y a pas les vagues comme ça. L'eau, elle est bonne. La plage est belle. Et premier voyage au Maroc, moi, je suis heureux. Bienvenue. Choukran. Je
Et vous, madame, comment vous trouvez notre plage? Bonjour, la plage elle est formidable, les gens sont chaleureux, autant chaleureux que le climat. Les vagues, l'eau, tout est parfait. Ça donne envie de revenir et de continuer d'aller se plonger dans les vagues et d'aller au-devant des gens aussi, parce que tout est humain ici. Merci. Le peuple marocain est chaleureux et accueillant. Merci. On nous l'avait déjà dit, mais maintenant on le sait de nous-mêmes, parce qu'on a vu, et c'est vérité, c'est la vérité. Donc merci les Marocains, et vive le Maroc. Merci. اذا السياح كاينين كيجيو عندنا في الوقيته ديال البرد. في الوقيته ديال البرد كيجيو لي سيرفور. هو السيده و لو ماري ديالها بانو عجبهم هنايا. عندنا زعما فرونشمون راه ترونكيل، ان ما عندناش مشاكل ولا لا في هنا هيكتيش، بيس اند لوف، فهمتي؟ حنا طالقين مع طالقين والحمد لله. جو تري كونتون عندنا بلادنا بحال هكا. وهلا خويا بوجمع، شوف باغ اكزومبل هنا دوك الناس في كيعوموا في هذا الوقت هذا، زعما عندنا باراديس هنا يعني. غير خصنا نحتافظوا على النظافه ديال الشاطئ ولي ميور فواك كما كنقول لك. زعما انا كنفضل هاد لي فاك على دوك الريف ولا داك سبيد ويفز. زعما هنا ترونكيلو يا اخي، وشوف الماء نقي اتلانتيك. داك الشيء تبارك الله، زعما ما شاء الله داك الشيء زويون. البحر نقي، البحر ديال السيرف ياك. بيان سور ديال السيرف، ديال العومان، ديال الطبيعه، ديال بزاف ديال الحوايج. انا كنفضل نعيش هنا في مهديه، واخا نمشي لشي مدينه كبيره، واصلا عشت مدن كبار بحال نيويورك، بحال فيلادلفيا، ولكن هنا كنلقى بتي فيلاج. الراحه ديالك هنا في مهديه. الراحه فوالا، فين تلقى الجلسه اخويا بجماعه؟ لا داك الشيء زوين. نمشيو لشي بلاصه اخرى. قول لي اخويا السيما. نعم. جاتني واحد التبرقيقه دابا وبغيت نعرفها من عندك نتايا. تفضل. مرحبا. قالوا لي كتصايب اكبر بلونش ديال السورف في العالم. داك البروجي. البروجي. سافري هاد القضيه اللي كاينه. فكره جاتني، فكره بان كنشوف مهديه جميله جدا، وبغينا نبينوا مهديه في الصعيد العالمي للناس ديال السورف والاوروب نيت راه حدانا. وهذه فكره، بغيت زعما نصاوب اكبر بلونش ديال السورف في العالم اللي تدخل كتاب غينيس. دونك صوبت كروكي ديالها مع واحد الالماني، قلت له اش غيدير، دار داك الشيء امبيكابل. ودابا حنا في انتظار، باسكو المشروع فرانشمون في الجهه العليا في البلد، دونك حنا كنستناو غير لا ريبونس، وغادي نبينو هذه المنطقه. هذه المنطقه غتهز، ثق بيا خو بجماعه، باسكو اي واحد يبغي يشوف اكبر نشاط سير في العالم، راه ماشي راه بلوس كو 50 بيرسون، اكثر من 50 واحد غادي يسولف فوق منا. ايوا كنستناو لا ريبونس تكون بوزيتيف، وحنا قادرين نصاوبوا هذا المشروع، وانا قاد عليه باسكو ما عنديش المشاكل، باسكو كما كنقول لك اي واحد جا راه نهضر معاه بلوتو. والحمد لله هذه فكره رائعه، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يحقق هذا الحلم هذا، وتحط لنا هذه العام كله غنبقاو مروجين زعما كنقولوا. ان عندنا ما يدار مع لي سيرفور، عندنا بزاف ديال الحوايج. دابا كيجيو لي سيرفور هنا، ولكن وكل البحر كاين، ولكن الا حطيتي لهم اكبر برانش السيرف في العالم راه كتولي عاوتاني ان في كلاسيك، فهمتي؟ كتولي سبيسيال ولا بيرفكت كما كنقولوا. ايوا حنا كنتمناو كما قلت لك اخويا ان شاء الله يكون خير، وديك الساعه نجيو نصوروا داك الشيء ان شاء الله باذن الله. مرحبا خليك من البروجي، حنا معاك. اوكي مرحبا. وتبارك الله عليك خويا السيمو. كان نهار زويون مع السيمو، وراني بزاف د الحوايج على مهديه، وراني شي شويه على السيرف، رياضه زويونه. وتبارك الله عليه، راسو عامر، وكنتمنى له الخير ان شاء الله. وهذه هي الحلقه ديال هذا النهار مع الاخ السيمو. شي كلمه اخيره؟ كنسلموا عليكم مهدية بلاج، وكنقول لكم وان لوف، راكم في القلب. ومرحبا بكم الاخوان في مهدية، جيو المهدية مرحبا بكم. تحياتي لكم، ومع السلامة، الى حلقة قادمة ان شاء الله.